صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. وهلا صار وقت فقرة الطبخ. اليوم رح نعمل أكلة طيبة لذيذة، بتمنى ان ستات البيوت يتابعونا ويا رب ما تقطع الكهرباء وتشوفوني للأخير. هي اليوم رح نعمل كفتة بالكريمة، جنبها ممكن نعمل رز ابيض، ممكن نعمل جنبها بطاطا بيوري، ممكن نعمل جنبها خضار سوتي مثل ما انت بتحبي. انا اليوم رح اعمل جنبها منها رز، انا دائما بفضل مع الدجاج بالكريمه اي نوع من الانواع يكون جنبها منهم رز. خلينا نتعرف على المقادير. هلا هون مثل ما انتم شايفين عندي دجاج نص كيلو فطوره، هلا كده عاد فكهم لانه كانوا عندي بالفريزر. طحنتهم طحن بمحضره الطعام، او ممكن عند الزلمه بتشتري من عنده الدجاج ممكن يتحلك ياهم، وهيك بتختصري على حالك كمان كثير وقت حلو. هون في عندي بصلة مبروشة برش، هون في عندي ثوم مهروس، بيضة، بقسماط أو كعك مدقوق، طحين، بابريكا، بهار مشكل، ملح، أوريغانو، فلفل أسود، زبدة وزيت، وفي هون عندي واحد من مكعب مرق الدجاج. إذا انتبهتوا المقادير كتير سهلة وكتير بسيطة، حتى الأكلة صح هي اسمها كفتة بالكريمة والرز، بس شوفوا هلا كتير شغلتها سهلة وهينة وما بدها شيء. خلينا نجيب مثل هيدا البيريكس. إذا عندكم محضرة الطعام مو بالخلاط، محضرة الطعام اللي بتشتغل على الكهرباء هي كثير بتفيدنا، ممكن حتى صدورة الدجاج مثل ما هن تحطوهم تنفرم عليها، طبعا انتم حتعرفوا إذا هي بتفرم أو لا، ممكن كمان على ماكينة الكبة نستفيد وناخذ نفس النتيجة. كب. هون حطينا مثل ما انتم شايفين، بس بدي فتكها شوي هي مشان ما تعذبني، لأنه نحن من الشو بخاف أنا على الدجاج أو اللحمة شوي يخربوا. بعد هيك انا دائما بخليهم بالفريزر وبحاول طلعهم بكير، يعني مثلكم مثل ستات البيوت اللي بيحطوا لهم من الصبح الاغراض وكذا. هي 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 بلشت تفك عندي. هون رح اضيف عندي مثل ما انتم شايفين بصله مبروشه مثل ما هي، يعني مثل ما قلت اذا عندك ماكينه الكبه كثير حتفيدك. هون في عندي سن الثوم هنقيمه ونضيفها، حضيف بس عندي فلفل اسود. هلا هي بس بالعركه، بس هلا انا في عندي بهارات ثانيه للكريمه، هلا بدنا نحطهم. شوي من البابريكا وبهار مشكل بس، ححط شويه ملح. كل العالم بتقلي اكلك قليل ملح، دائما بقول لهم كفي ضغوطات الحياه، ما تخلونا ناكل كثير ملح، خلينا نخفف. هلا هون حنقيم بيضه، خلينا نفسها هون قبل مشان ما تطلع خربانه، طلعت مو خربانه. هنقيمها ونضيفها ولحط معلقتين من البقسماط، بس قبل ما احطهم خليني بس اخفق شوي البيضه معهم. على فكره فينا هدول كمان نعملهم هدول الكرات للبنوتات الصغار اللي جعبانهم ياكلوها بسندويشات مع سمونه اي شيء، كتير ظريفة عن جد، بتمناكم تجربوها. هلا رح اضيف هون معلقتين من البقسماط مشان تقدر تمسك معي، ورح حرك لحتى تمسك معي كتير منيح. هيك، وبدي خليها شوي لحتى تتبل. هلا مثل ما انتم شايفين صارت عندي شكلها جاهزه. هلا يمكن انا بغيابكم اعمل مرحله ما حاستنى عليكم فيها كثير، اللي هي شايفين اللي عندي هون التتبيله، بدي استنى عليها شوي لحتى تتشرب. بدي اجيب عندي طحين لحطهم بالصحن، لحصير كور انا الدجاج، لحصير كورهم كرات عاديه ما بدهم اي شيء. متى ما كورتهم رح اروح هون على الطنجره هي قدامكم، رح اضيف زيت وقطعة الزبدة، رح ضيفهم فوق بعضهم وقلي معهم الكرات مشان إذا رجعتوا لعندي بعد شوي هذا الشيء الوحيد اللي حساوي، بس رح حساويهم كرات، لكم بالطحين وقليهم وبترجعوا لعندي بعد شوي. أكيد نرجع لك شيف بعد شوي نكمل معك الأكلة. أكيد. شكرا شيف. يا هلا. صباح
صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت اللي انضموا معنا هلا. اليوم عملنا اكله طيبه لذيذه اللي هي كرات الكفته تبع الدجاج بقلب الكريمه مع الرز، طيبه وما كثير بدها شغل. حارجع عيد على السريع انا شو عملت، بس خلينا نروح على الغاز لحتى تعرفوا انا شو عملت. هون مثل ما انتم شايفين هدول الكرات رح نقيمهم وروح فيهم هون. هدول الكرات هن صدر دجاج طحنته طحن عند الزلمه، فيكم كمان انتم تعملوه بماكينه الكبه، مع بصل مبروش، ثوم مهروس، ملح، فلفل، بهارات مشكله، بابريكا، بيضه، مع كعك مدقوق، وصاروا معي بهذا الشكل. كورتهم، بعد ما كورتهم لكيتهم بالطحين وقليتهم شوي بهي الطنجره بهذا الشكل، وبعدين هلا حنقيمهم على جنب. ونبلش بقى انا وياكم بصوص الكريمه، كيف رح نعمله؟ هون ما رح اضيف لا بصل ولا ثوم لانه انا بقلب الكفته في عندي بصل وفي عندي ثوم. على فكره هي نفسها اللي بنعمل منها برجر الدجاج. هلا حنشعل الغاز، بسم الله. ما بده يشتغل. والله يمكن كان معي قداحة نجيبها، بس ما بدخن على فكرة أنا هون. هيك يلا هلا حنحط هون شوي من الطحين، نفس المرقة بس خليني اقيم هدول القطعتين ما بدي اياهم عشان ما ينزعوا لي شكل الكريمة الفريش. طبعا أنا هون حاطة زبدة وسمن وزيت نباتي، يعني لاحظتوا الكمية هاي بتكفيني ما بدي أكثر من هيك، ممكن هيك نضيفها نتفة صغيرة بس. هلا رح قيم وبلش حمص عندي الطحين، يا دوب بدي أعطيه تقليبة خفيفة، هاي الكمية بتكفيني. رح حرك وأقوي الغاز، وبدي أكون محضرة المي طبعا، ليك المي. إذا عنا مرقة سالقين فروج كثير منيح، ما عنا ما بيأثر. هلا أنا ما عم بعمل صوص بشاميل إنه حتى يكون عندي كثير محمص، أنا أعطيت شوية طحين، أنا بدي شوية سماكة للصوص مع الكريمة على الفريش. وهلا رح قيم وضيف شوي شوي المي ونحرك، تقريبا بدي أحط مقدار كاستين من مرق الدجاج. هلا انا هون عم بحط مي عاديه، بحاول حرك ايدي بسرعه بسرعه مشان ما يجبن عندي الطحين بهذا الشكل. هاي الكميه بتكفيني. هلا شو رح اضيف هون عندي؟ فلفل اسود، اوريغانو، وراح احط هون ملح بهذا الشكل. هيك كثير منيح. رح ارجع حرك، شفتوا شو سهلة؟ ما كثير بدها شغل. طبعا انا هون بلشت كمان المي تغلي مشان نطبخ فيها الرز، بتعرفوا الرز، الرز جنبه بالبقلة رز طويل. هون في عندي واحد من مكعب مرق الدجاج، ومثل ما قلت يفضل دائما ستات البيوت وقت بتسلقوا فروج وقت بتسلقوا لحمة حاولوا تحتفظوا بالمرقة تبعهم بكياس فريزر، بكياس مونة او بتبرويهات، حطهم بالفريزر بتلاقوها مثل هدول الاكلات فورا. يعني دائما انا ما بنصح باني نستخدمه، بس هلا لانه نحن هوا يعني بنعطيكم شيء قريب للشيء اللي نحن بدنا اياه. هلا حنبلش شو نعمل؟ نبلش نسقط الكريمه الفريش فوق الصوص هون. طبعا انا حركتها. هلا انا الكريمه الفريش اهم شيء ما نزلها على مي كثير عم تغلي، هلا هي الكريمه الفريش لما بتجي ظريفه ما بتفرط، بس هلا الانواع اللي بالسوق كثير ناس عم تبعث لي انه نحن عم نشتكي منها، حاول خلينا ننزلها بسرعه. بطلت ونحرك، لنحرك كثير بسرعه. هلا في كمان نوعيات عم تجي بالسوق، انا بصراحه هلا عم بلشت استعملها اللي هي البودره، عم حسها كثير منيحه وعم تضاين اكثر. وغير هيك انا لما بستعمل بودره عم بستخدم الكميه اللي انا بدي اياها، وهيك ما بكون خسرت كل القليل، لان احيانا نحن بنجيب قليله بنكون بدنا مثلا منها معلقتين. وهيك تمام، شفتوا كيف صار شكلها؟ يا سلام، هذا هو الصوص اللي انا بدي اياه. طيب هلا انا شو ضل اعمل؟ رح نرجع على الكرات اللي احنا ساويناهم وننزلهم. شوفوا لي هالشكل الشهي جدا والرائع، واليوم ان شاء الله حنزل الوصفه. يا سلام. ومثل ما قلت فيكم كمان اذا حبيتوا تختصروا اول مرحله وما تسلطوا بالكريمه،
ممكن تعملوهم بطريقه البرجر وتقلوهم تقلايه وتعملوهم سندويشات مع السمون. يا سلام. لا تقولوا لي مالهم رائعين، انا شايفتهم كثير ظراف كثير لذيذين ومهضومين وكيوت، وبصراحه ما ضل غير تروحوا لعند المذيعين وترجعوا لعندي لتشوفوا الشكل النهائي اللذيذ والرائع كالعاده. اكيد شايف سلام ايديك، نرجع لك باخر الحلقه لنشوف الاكلات. شكرا كثير. يا هلا. يا صباح الخير، ومثل ما تعودنا دائما لازم نختم برنامج صباح الخير، يعني احنا بصراحه بنكون مبسوطين معكم بس لازم اخر شيء نختم، ودائما نختم بطبق لذيذ رائع هيك ننشطكم تقوموا على المطبخ لحتى تطبقوه، وبتمنى من ستات البيوت تجربوه لانه فعلا طلع تحفه. هون ممكن نضيف عليه شوي اضافات خفيفه، انا بس خليتهم يغلوا شوي مع الكريمه القطابات، وهي حضيف عليهم شوي من البقدونس، وكمان ممكن رشه فلفل اسود. وهي رزاتي كمان صاروا جاهزين، حنضيف عليهم كمان رشة فلفل أسود، كمان شوي من البقدونس على الأطراف، تعطي كمان جمالية كثير حلوة. دائما البرزنتيشن هيك بيعطي قابلية كثير لذيذة، كأنه بينا هون الدنيا. بس يلا المهم الأكلات طيبين، شو رأيكم فيهم يا ورد ويا رنا؟ والله أنا بدك اليوم الوصفة. اليوم شيف، يعني أنا دائما تحت الهواء بقول للشيف بعثي لي الوصفة، اليوم خلص رح دغري نفذها اليوم، خلص إن شاء اليوم الله رح جرب الأكل. لازم تدوقي أول إن شاء الله، أكيد تدوقي حبيبتي. سلم إيديكي. شوفكم بكرة على أكلة حلوة طيبة.